جس الطبيب لهي نهضت لي فقلت له يا سيدي فقلت له جس الطبيب لهي نهضت لي فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبد فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي جس الطبيب لهي نهضت لي فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي أهل الهوى دائما وابدا مكتوب عليهم قلة الراحة أهل الهوى دائما وابدا أبدا 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 مكتوب عليهم قلة الراحة شبه السفينة بلا قبط فيها الموج سباحة جس الطبيب هي نبضي فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي جس الطبيب لهي نبضي فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي.